السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. برشا أخبار جينا ليومات هذوما من القضاء بالتزامن مع الإضراب متاع القضاة اللي هو في الأسبوع الرابع متاعهم توا قريب شهر، نهار سبت يعملوا شهر كامل ولا نهار الاثنين، نهار سبت زيدا عندهم اجتماع تنسيقية الهيكل القضائية، اجتماع باش يقروا فيه شنو هو التحرك القادم، شنو هو باش يعملوا. هذا الكل بيانسور في ظل القضايا اللي قاعدين تبعوا فيهم كل مرة، قضية حمادي جبيدي جمعية نماء الخيرية، قضية زيدا الشهيدين شكري بلادي محمد البراهمي واللي حكم التحقيق يعني معناه يباشر في قضية توجهت فيها الاتهامات إلى راشد الغنوشي و33 قيادي آخر في حركة النهضة بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، بالإضافة إلى تهم أخرى كما الفساد مالي ولا تبييض أموال وإلا الجهاز السري المالي اللي ترأسه راشد الغنوشي. قضايا متعدده الحقيقه، قضيه انستالينغو زيدا، قضيه يعني اللي متهم فيها حمدي جباليوي ورفيق عبد السلام ولد راشد الغنوشي معاذ الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، هذوما في قضيه جمعيه نماء الخيرية ومعهم زيدا راشد الغنوشي في القضية هذه. دونك برشا قضايا اليوم نتلفتوا زيدا من جهة أخرى، نلقاو السلك القضاء قاعد يشن في أضراب توا تقريبا عنده حوالي شهر، فما قرارات جديدة تخص أنس الحميدي. تعرفوا أنه أنس الحميدي رئيس جمعية القضاة التونسيين من أولى الناس اللي حكيوا على الفساد في القضاء، ولكن بيانسور كان في إطار كلاشات بين القضاة في بعضهم كل حد من الموقع متاعه، يعني إذا كان أنت موالي للسلطة باش تقدح في ناس أخرين هم ضدك، إذا كان العكس بالعكس صحيح. اليوم أنس الحميدي تعرفوا أنه التفقدية عيطت له المرة الأخرى باش تحكي معاه بخصوص التهم أو ملف يعني عند التفقدية باش تواجهوا به. هو يقول اللي ما مكنوهش من الملف هذا أو من حقه باش يتضع على كل ما في هذا الملف ويدافع على روحه. اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يعلن وأن رئيس الجمعية أنس الحميدي توجهت له دعوة أخرى من التفقدية العامة في وزارة العدل باش يحضر في التفقدية، يعني يمشي يتنقل للتفقدية. والجمعية تقول أنه الاستدعاء هذايا تتوقع حسب توقعاتها أنه باش يكون لفتح مرة أخرى، يعني الملف الثاني، يعني مش نفس الملف اللي هو متاع الأولين اللي عيطوا له في المرة الأولى. تقول اللي هي تتوقع أن الاستدعاء هذه لفتح ملف ثاني على خلفية شنو المرة هذه، تقول على خلفية نشاطه النقابي كرئيس جمعية القضاة يدافع على القضاة ويشن الإضرابات ويتحدث يعني باسم المنخرطين في جمعية القضاة التونسيين. الجمعية تقول بأنه الحميدي توجه البارح كما موجود في الاستدعاء، معناه في الموعد المحدد متاعه، مشي المقر التفقدية مع نائبة رئيس الجمعية اللي هي مدام عايشة بن بلحسن قاضية زايدة، مشي وزوز للمقر التفقدية. تقول قاعدوا يستنوا قدام مكتب المتفقدة المكلفة بالملف هذايا تقريبا ساعة كاملة هما قاعدين يستنوا، وتقولك ما عيطوا لهمش وما استقبلوهمش وما قالوا لهمش منين جيتوا، قاعدوا ساعة كاملة قدام البيرو رغم اللي هما حسب تعبير الجمعية رغم اللي هما تقول اللي هما في بالهم اللي هما جاءوا، وهذا اللي خليهم يقعدوا ويروحوا به. جمعية القضاة التونسيين بعد ما صارت الحالة هذية تقول اللي هي بعثت محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ للتفقدية العامة الموجودة في وزارة العدل باش تسألها شنو سبب متاع الاستدعاء ساعة متاع رئيس الجمعية جمعية القضاة التونسيين أنس الحميدي للمرة الثانية على التوالي، شنو الملف الجديد هذايا، اسكو هو جديد ولا القديم ولا شنو التفاصيل اللي فيه الكل، شنو الوثائق، شنو الاتهامات، شنو المؤيدات، وباش طلبها زيدا انها تاخو كوبي من الدوسيه هذايا في ظرف 48 ساعة وتحمل المسؤولية الكاملة يعني للتفقدية ولوزارة العدل انه تعطيها الملف هذا في ظرف 48 ساعة. به جمعية القضاة التونسيين تقول بأنه أنس الحميدي
تمت دعوته في فرصة أخرى يعني المرة الأولى للتفقدية، وتم استجوابه بخصوص نشاطه النقابي، ولم يتلقى إلى حد الآن حسب الجمعية أي جواب من التفقدية العامة، رغم أنه توجه لها بمحضر تنبيه باش يسلموه وثائق بواسطة عد التنفيذ، ولكن تقول تفقدية ما عملت حتى شيء. المكتب التنفيذي يأكد أن هو متمسك بالدفاع على استقلال السلطة القضائية رغم أساليب الهرسلة كما يقول هو كما تقول الجمعية، والمنحة التصعيدي اللي تتوخى وزارة العدل في خلال يعني أزمة السلطة القضائية ومؤسساتها. بيصير تعرفوا هوني الجدل الكبير والاتهامات الموجهة من جمعية القضاة مثلا، وإلا نقابة القضاة، ولا الهيكل كلهم اللي هما منضوين تحت لواء التنسيقية بتاع الهيكل القضائية، يوجهوا الاتهامات إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، يتهموه بأنه هو اللي قاعد ياخذ في هذه القرارات عن طريق وزارة العدل، يتهموا أيضا رئيس الجمهورية بوضع يده على السلطة القضائية، يتهموا أيضا الرئيس بأنه ما يفصلش بين السلطات، يقولوا استقلالية السلطة القضائية مهددة بسبب تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، ويقولوا أنه هناك استغلال ومحاولة، خليني أقول كما هما يقولوها، محاولة لوضع اليد على السلطة القضائية. بينشر الاتهامات هذه رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاباته الكل، وقت لي يحكي على يعني يحكي على السلطة القضائية يقول اليوم ما يتدخلش فيهم، إنما هو عنده هدف، هدف واضح اللي هو تحرير السلطة القضائية من الناس اللي هما متحزبين، اللي يخدموا في الأجندة نتاعهم، اللي هما عندهم أجندة يعني بصفة عامة، وعندهم انتماءات، وهالفساد فما قضايا عندهم عشرات السنين ما زالوا في بلايصهم على خاطر هما ما يحبوش يحركوهم، فما قضايا أخرين مخبين ملفات ما همش موجودين، فما قضايا أخرى معناها بخلافك التلاعب بالقضايا وبالأحكام وغيرها. هو يقولك أنا عندي رؤية إصلاحية للقضاء، راني ما نتدخلش في القضاء. أكبر دليل مثل يقولك اليوم هاو حمد يجبيلي خرجوا، هاو فلين معناها قرروا الاحتفاظ بيهم بعد خرجوا طلع شنو. دونك السلطة القضائية تتعامل بالملفات اللي قدامها، شنو عندها شنو ما عندهاش، وبناء عليه هي باش تقرر تاخذ القرارات اللازمة القضائية. انما هما يشنوا هجوم على رئيس الجمهورية على اعتبار وانه يدخل في السلطة القضائية، رغم انه هما كانوا ينجموا يصلحوا القضاء، والرئيس حذر وحذر 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 برشا مرات ووجه برشا رسائل، ولكن لا من مجيب، ما حبوش يقدموا في ملف اصلاح القضاء. فرئيس الجمهورية اخذ على عاتقه الخطوة هذه وقام بالخطوة هذه، ورئيس الجمهورية يحظى بدعم يعني قراراته الكل بما فيهم حتى نتاع القضاء تحظى بدعم شعبي كبير، خليني أقول نسبة كبيرة ياسر من الشعب التونسي يساندوا قرارات رئيس الجمهورية وتصرفاته في المجال القضائي هذا، بالعكس ويطالبوا زادة بفتح ملفات قطاعات أخرى يمكن ياسر يكون الفساد ينخر فيها، ويطالبوا الرئيس أنه يعني يحل زادة الملفات هذه ويشوف شنو هو الإشكاليات اللي فيها ويكشف الحقائق للشعب التونسي.